بمجتمعنا اللبناني بعدنا لليوم ما كتير منعطي أهمية للخلافات العائلية، الخلافات بين الأهل بالبيت الواحد، ومين عم يدفع حق هالمشاكل، وقديش الولاد عم يورثوا مشاكل وعرائيل من وراء إهمال الأهل، من وراء الجهل أوقات، من وراء قلة المعرفة. روني 15 سنة، أهله قرروا مصيره وما قدر لليوم يغير مصيره أو يصلح أخطاء أمه وبيه. أغلاط الكبار هيدي منقول عنها. الأم لبنانية، البي سوري تجنس لبناني من حوالي 20 سنة بمرسوم 94 ومات من 4 سنين ما سجل أولاده على اسمه. اسمي روني عبد الرحمن كطان، خلقت بمستشفى الدهب الباشي، عشت مع أهلي فترة صغيرة وكان في مشاكل بيناتهم، حطوني بدار أنا وخيي. بالدار كنت كتير مبسوط، كانوا منيح معي وتعمدت، بس وصلت لفترة أنه ما بقى فين، عمري ما بقى يسمح لي أنه ضلي معهم. كان بي توفى بوقتها، اجت أمي وأخذت أنا وخيي وعشنا معه بالعيبة. بلشت شغل لأنه ما بقى فيه كمل مدرسة، إنه ما كان معي وراء ثبوتية، بيي ما كان مسجلنا وأنا ما بعرف شو هو السبب. عشنا بشاليه أنا وأمي وخيي الصغير، ما حسيت بعاطفته، كانت كل عاطفته لصديقة. إجي أنا أقول له إنه أنا ما بحب الشواز قدامي، تعمل لي لا إنه أحسن من قدامك أحسن من إنه بغيابك. فأنا اتضايق كتير، ما قدر إنه زلمة مش بيي عم يتصرف هيك كان مع أمي. وصلنا لوقت بطل فيهم يدفعوا أجر الشاليه، صار يجي لعندي الشغل هو بده مصاري وهي كمان. تركنا الشاليه، كل واحد صار ينام عند رفيقه، ضاع عبده. جربت أرجع أتواصل، أرجع تلاقي أنا وياه نتواصل، وين عم بتنام؟ وين هيدا؟ ما كان يقول لي. أمي آخر فترة كانت عايشة مع صديقة بالسيارة، أنا أكيد إنه هي بتعرف وينه. دقت لي امبارح وفكرت إنه مش دقيت لي، قلت لها لأ، قالت لي بدها مصاري. الله يسامحها هي. تعرفت علي سيدة فوتتني على معهد دون بوسكو في دار، بس أنا ما بقدر كل يوم إنه إجي علي هالمدرسة بمشاكل المادية، ما بقدر أخذ الشهادة لأنه ما هي أوراق ثبوتية. أهله لبي أنا بعرفهم، بس ما حدا بيقدر يساعدنا، ما حدا بيقدر يقوينا أو يقدر يعملنا تذاكر أنا وخيي. بتمنى إنه يكون عندي عائلة يتبنوني. هلا أنا بعرف حالي إنه أنا كبير على التبني، إنه عادة بيتبنوا أولاد صغار، بس أنا حابب إنه حدا يكون مسؤول عني. ما بقدر أمشي على الطريق، قلت لها مثلا يمكن يصير معي شيء حادثة وفوت على المستشفى، مين بده يستقبلني من المستشفى؟ ما معي أوراق تثبت أنا مين. الأم هي نص الحياة إذا مش ثلاث أرباع بالنسبة للولد. روني أمه ما سألت لا عنه ولا عن خيه عبده يلي مش معروف وينه، شفتوا صوره يلي ما رأيت عبده مختفي وعبده مش معروف وينه. والأخطر لما هالأم تصرح لزميلتنا بجريدة الجمهورية مارلين وهبي يلي هي عملت تحقيق عن هالموضوع ونشر بالجريدة، قالت للأم أنا ما عندي ولاد، يا ريتني ما جبتهم، مش طالع لي منهم شيء. على كل حال هيدي مش قضيتنا اليوم، ولا قضيتنا نحاسب الام يلي عايشه بسياره وناسي اولادها. قضيتنا اليوم ولد ما معه شيء يعرف عنه، ما معه هويه. روني اذا صار معه شيء مثل ما كان عم بخبركم ما بيقدر يفوت على المستشفى، ممكن يموت لا سمح الله على الطريق، ما عنده بيت، خيه مختفي ما بيعرف شيء عنه، مش معروف مين اخده لهالصبي الصغير، مش معروف كيف اخدينه. وروني معه مستندات موجودة عندنا كمان، معه هويات أمه وبيه، معه وثيقة زواجهم، معه إخراج أيد عائلة، كمان فيه البي والأم، معه شهادة عمادة وتثبيت، ومعه وثيقة الوفاة مثل ما خبرناكم إنه بيه مات من 4 سنين. ما فينا أبداً نشوف هيك حالة
ونسكت او نخليها تمرق مرور الكرام، شو ما بده يكلف الموضوع. بهيدا البرنامج واجبنا نلاقي حل لروني، واجبنا اذا منقدر ما نترك ولد بلا هويه، ما نترك ولد بالشارع. مش معقول قد ايه في ناس ما حدا بيسال عنا. نحن التقينا بروني ورح نسعى جهدنا انه نساعد، والكمان في يعني في ألف روني برا كمان ومحلهم لهالشباب منه بحبس الاحداث. يعني اوقات سجن الاحداث يعتقد انه هو الحل البديل، لا. ونحن اذا بدنا نروح على حل عندنا حلين، الحل الاجتماعي عندنا مئات الجمعيات يلي مفروض الليله من بعد هالحلقه تتحرك تلاقي حل لروني ليصير عنده مأوى، اقل شيء يصير عنده مأوى، يصير عنده سقف. ونحن قبل الحلقه اللي جايه رح ناخذ روني كمان عند امه، رح نجرب نلاقي خيو عبده، نشوف مع الاميه اذا بتخبرنا اذا بتعرف شيء عنه، رح نجرب نجمع هالعيله قبل اي حل. والحل الثاني واللي هو الاهم هو الحل القانوني، نشوف هالوثائق يلي معه ونتحرك قضائيا لحتى نلاقي له حل. معي على التليفون الاستاذ محمد عيد شهاب. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. حضرتك مساء الخير، حضرتك محامي وحضرتك ناشط حقوقي. ما بعرف اذا تابعت السيجمنت وسمعت روني. اي طبعا. وبعتقد انا على التليفون خبرتك شو في مستندات موجوده معنا. صحيح. شو هي الخطوه؟ وانا اول شيء قبل ما اعطيك الكلام انا بشكر حضرتك لتعاونك مع البرنامج وانك كنت مستعد دغري من اول ما اتصلنا فيك انك نحاول نلاقي حل ونتحرك قانونيا نحن وياك. شو الحل؟ نحن كيف لازم نبلش تنحل له قصته لروني؟ اول شيء ثانك يو لك، وثانيا نحن بنتشرف انه نكون موجودين معك بالبرنامج ونساهم بحل هالمشكله الانسانيه. نعم. الشغله اللي بدي اقول لك اياها انه هيدي نتيجه تراكمات لاهمال الاهل. نعم. للي وصلت الشاب للمحل اللي وصل له هلا. شو الخطوه القانونيه بالبدايه؟ يعني شو مفروض نعمل من بكره؟ المفروض ينعمل من بكره انه تقدم بدعوى اثبات نسب. نعم، اثبات نسب. طبعا طبعا، لاثبات نسب هيدا الشاب. من خلال المستندات الموجوده معنا يلي هي اوراق العماده واللي هي اخراجات الايد ووثيقه الولاده والوفاه. نعم نعم، نحن بدنا نرجع بهيدا الموضوع لوثيقه الزواج لنشوف اي محكمه تم الزواج قدامها روحيه شرعيه. القاضي القاضي الشرع هو قاضي سني ببيروت. يبقى نعم. لكن المحكمه المختصه هي المحكمه الشرعيه السنيه اللي عقد الزواج. صحيح. عندها، ومن مفاعيله انه تم وجود او ولاده الشاب. وبالتالي يعني من بعد اثبات النسب اللي بدنا نعمله بالمحكمه السنيه المفروض. نعم. بعتقد يكون في خطوه ثانيه. مزبوط. هلا في عندنا مشكله قبل انه الشاب اللي معنا قاصر 15 سنه يمكن مثل ما استفهمت. بدنا وكاله من والدته يعني. كمان لا، المفروض يتعين وصي عليه لانه المبدا الشرعي ان القاصر غير مسموع العباره، وبالتالي ما. نعم. ممكن يكون هو يوكل محامي او يقوم باجراءات اثبات نسب ومنه راشد. نعم. ماتر بتضل معي استاذ. نعم. محمد بس خليك معي قبل ما اختم معك، في معنا اتصال. الو. اي عبدو. الو 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 عبدو عم تسمعني؟ ايه سامعك سامعك. كيفك؟ منيح. عبدو حضرتك الخي خيو لروني اللي كنا عم نناشد ونقول انه مضيعينك وروني عم بيطالب انه بده يعرف خيو وين. مش ما مش مضيعيننا. نعم. انا ما منو ضيعينا. وينك انت؟ كذاب كذاب هو. وينك انت؟ انا كنت هلا اليوم عند امي. نعم. ورحت طلعت عند رفيقي. كنت عند امك اليوم شفتها لامك؟ ايه. وين بالبيت؟ عبدو عم تسمعني؟ بالعيب. طيب ما تقول وين، ما تقول وين. انت شفتها لامك اليوم؟ ايه شفتها على الاكيد. طيب شو مشكلة خيك؟ شو المشكلة بينكم وبين خيك؟ شو المشكلة؟ ما في شيء، بس هو منيا. بعتقد سكر الخط عبدو، يعني انا بتأسف. بعدك معي عبدو؟ عبدو يعني للاسف عن جد انا بتاسف، ما بعرف قد ايه عمره عبده، لا عمره 12 او 13 او بتاسف يعني هيدا الحكي هيك يطلع منه على الهواء. استاذ بعدك معي؟ نعم انا معك. خلينا بقضيتنا وخلينا نحاول
يعني بتأسف ولد يعني لما هيك ما يكون في يمكن سقف عائلة، ما يكون في حدا يرعاه أو يفرجيه الخير من الشر أو الخطأ من الشيء الصحيح، بيستعمل هيدي العبارات، وهودي إخوة بالنهاية. بس تعرف المشكلة هي بعدين لما بيكبروا بيندموا على كل الأخطاء يلي عملوها هني وصغار. إن شاء الله نقدر نحن نحاول نصلح. فإذا نحن المفروض يكون في وصي، مزبوط؟ نعم نعم. أوكي. بعد ما يتم تعيين وصي مننتقل للمرحلة الثانية اللي هي إثبات النسب. نعم. الحصول على قرار أو حكم بإثبات النسب كمان من المحكمة الشرعية المختصة. بعدين ستيب 3 اللي بدنا ننتقل لها أنه بدنا نتوجه ساعتها للقضاء المدني، القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الأحوال الشخصية. مين بدنا نعمل دعوة قيد مولود على خانة بيو، صح؟ صحيح. تسجيل ولد على خيانة والده في سجلات الأحوال الشخصية. نعم. هونيك طيب. كمان بتاخد القضية مداها وبده ينعمل فحص دي ان اي طبعا للتثبت من ذلك. طيب. فإذا نحن علينا نحن وياك أستاذ محمد شهاب أنه نبلش بكرة بهيدي الإجراءات. أنا بدي أرجع جدد شكري لك، عن جد بقول لك شكرا لتعاونك بهيدي القضية. ومن بكرة الصبح نحن رح نرجع نلم معطيات هيدا الملف ونرجع نأمن كل الأشخاص، نعمل لقاء ونتحرك باتجاه المحاكم الشرعية، وإن شاء الله من ثم نقدر نعمل هيدي الخطوة بالمحاكم المدنية. الأهم يلي عرفناه الليلة انه خيو لروني بخير، خيو لروني موجود، ان شاء الله ما يكون امه او حدا معلمه انه يقول هيدا الكلام على الهوى. بس نحن بالنسبة لنا هودي ولاد، هودي مسيرين، نحن بنرجع نحاول نلم الشمل، ونحن مستعدين نقدم يلي بنقدر نقدمه. بعرف انه في كتير ناس عم يتصلوا مستعدين انه يساعدوا هيدي العائلة. الاهم انه هالولاد بدهم هوية، بدهم شيء يعرف عنهم، وهيدي اهم قضية. ما بنقدر نتركهم يكبروا ويوصلوا لهذا العمر وما يكون في حدا عم يعمل شيء او يقف الى جانبهم.